السلام عليكم. إذا عندك جهاز آيفون مفعل ومفتوح يعني شغال معك، ولكن ناسي الأرقام السرية، وش الحل؟ يعني باختصار ناسي بيانات الآي كلاود، أو ناسي بيانات التويتر، ناسي بيانات انستغرام، لكن الجوال شغال معك، لكن إذا سويت خروج مشكلة. هذه الطريقة تنفع مع مستخدمين اثنين، الأول اللي جوالاتهم مفعلة، والثاني اللي جوالاتهم مغلقة ولكن عندهم نسخ احتياطية قديمة. يعني مثلا أنا جوالي شغال، ولكن لو أسوي تسجيل خروج للآي كلاود تورطت، لأني ما أعرف البيانات حقات الآي كلاود، ما أقدر أرجع أفعل الجهاز، أو حتى في الإيميل يفتح معي، لكن لو أسوي تسجيل خروج ما أعرف بيانات الإيميل نفسه اللي هو الرقم السري. الطريقة إن شاء الله سهلة، لكن تحتاج شوي تركيز. لابد يكون عندك جهاز كمبيوتر سواء ويندوز أو ماك وآيتونز، بالإضافة إلى جوالك نفسه. أول شيء أسوي أعرف الجوال على الآيتونز، بعدين أحط على هذا الكمبيوتر أخذ نسخة احتياطية وأحط عليها التشفير وأحط رقم للتشفير فليكن وحدات. طبعا أنا أخذ النسخة احتياطية اليوم، الآن صار عندنا نسخة احتياطية مشفرة حاطين رقم حنا للتشفير، خلاص انتهيت أنا من الآيتونز. الآن حنا بحاجة إلى البرنامج نفسه اللي راح يكشف لي الرقم السري، ندخل على هذا الموقع بعدين نحط على داونلود، وراح أحط لكم الموقع في السناب. بعد كذا حدد إذا جهازك ويندوز أو ماك. أنا جهازي ويندوز، راح أضغط على الويندوز. طبعا البرنامج مو مجاني ولكن بعطيك السيريال. نلاحظ أنه بدأ يحمل الآن، بعد ما يحمل سوي له تنصيب على الجهاز، بعدين رح وافتح البرنامج. الحين حمل البرنامج وفتحناه، بعد ما يحمل البرنامج أضغط على علامة الاستفهام، بعدين أدخل السيريال نمبر علشان تفتح عندي كل المميزات. بعد ما تضع السيريال بهذا الشكل نضغط على هذا الخيار، لكن إذا ما دخلت السيريال راح يطلع لك الرقم السري كتلميح مو تصريح. الآن سجلنا في البرنامج، نضغط على تولز، بعدين نختار أبل، بعدين نختار علامة البحث هذه. الآن نسوي جلب للنسخة الاحتياطية من هذا الخيار، وندخل الرقم السري اللي أدخلناه في التشفير اللي هو 1. بعد ما دخلنا الرقم السري نضغط على هذا الخيار، راح يجيب لنا ملفات النسخة الاحتياطية كاملة. ننتظر شوي، هذه ملفات جهازي كلها كاملة. الآن حنا نبي نبحث عن باسورد، لذلك نكتب في البحث هنا باسورد. بعد ما تكتب باسورد وتسوي بحث راح يطلع لك جميع الباسوردات اللي كانت موجودة على جهازك، سواء الآي كلاود أو تطبيقات أو إيميلات. وبعد ما تسوي بحث عن كلمة باسورد وتضغط انتر راح يطلع لك انه عندك 27 كلمة باسورد، راح تنقل بينهم بالشكل هذا. اضغط وهنا جينا للخيار المهم اللي هو ايتونز ستوري باسورد. هنا نبي نعرف الباسورد حق الايتونز او حق الستوري، نضغط على هذا السهم. لما نزلنا بالسهم تحت طلع لي الداتا اللي مكتوبة عندكم، داتا الرقم السري طلع لي، اظهر لي وهو صحيح 100%. وبالطريقة هذه أنا عرفت الرقم السري حق الآيتونز ستوري. أي تطبيق تبغى تعرف الرقم السري حقه تبحث عنه، طبعا في كل شيء. وعلى سبيل المثال فلنفترض أنه أنا ناسي بيانات الدخول لبريدي مثلا في الجيميل، طلع لي هنا أكاونت، الأكاونت حقي والداتا فيها الرقم السري وكلها صحيحة. وتقدر من هذا الخيار يبسط لك الموضوع أكثر، مثلا أبي أرقام الواي فاي، بيطلع لك كل أرقامك السرية حقات الواي فاي. مثلا هذا تطبيق الماي اس تي سي، شوف الاكاونت مطلعه لي صحيح، ولو انزل شوي تحت ويظهر الداتا يطلع لي الرقم السري وكلها صحيحه. وهنا لو نلاحظ انه مطلع لي برضه بيانات الابل اي دي، ومطلع لي في خانه الداتا الرقم السري 100%. ولو حبينا نبحث عن ايميل نمسح الباسورد ونحط علامه الات، بعدين نضغط انتر، راح يطلع لي 92، وبالتالي أبحث عن الإيميلات اللي أنا بيها أو اللي أنا ناسيها، وبيطلع لي مثلا الأبل آي دي، الآيتونز ستوري، كذا هو راح يظهرها لي. وبالحالة هذه بتعرف كافة بيانات الإيميلات حقاتك اللي أنت ناسيهم، أو أسماء المستخدم بالنسبة للتطبيقات اللي أنت ناسيها، كل شيء راح يظهر لك. تسجل البيانات طبعا عندك بورقة، وبعد كذا تجرب واحد ورا الثاني لحد إن شاء الله ما يفتح معك. هذا طبعا البرنامج، راح احط لكم الشرح هذا كله باليوتيوب، وتحت بالديسكريبشن راح تحصل رابط التحميل والسيريال.
البرنامج هذا بإذن الله أنه راح ينفعك بنسبة 80 إلى 85% باسترجاع البيانات، بشرط أن يكون الجوال مفعل وشغال معك مو مقفل. طيب فلنفترض أن عندك التليفون ولكن غير مفعل الآي كلاود فيه، لازم ترجع لأي نسخة احتياطية قديمة أخذتها عن طريق الآيتونز. طبعا هذا ما يعتبر حل كلي لمشكلة قفل الآي كلاود، يعتبر حل من ضمن الحلول. أتمنى أني أفدتكم فيه. السلام عليكم.